بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدأ كده من الأول. أعتقد on the top of the list دكتورة بسمة، اتفضلي. يلا هلا نضبط مع الكمبيوتر. من رقم واحد. Yes. More than half the women with this diagnosis in England admit under one سؤال with regard cervical cancer. Cervical cancer. Yes. هو بس true and false. اه true and false. اه بنراجع ال CBDs بتاعت ال 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 توج توج articles. تمام. كل واحد more بيحطها than بالإجابات yeah. يعني، بس بندسكس وبنتأكد إن الإجابات اللي محطوطة صحيحة يعني. تمام. More than half the women with this diagnosis in England and Wales are under 45 years حلينا ده of يا جماعة، age. مش كده؟ حلينا حلينا العشرة أسئلة الأولانيين فيهم. حلينا العشرة حلينا أول عشان ما نضيعش وقت. ماشي. أوكي، نخش من أول هنا. ماشي. In the management of pregnancy. لا أنا حاضر. Management. In the management of pregnancies following tracheotomy, true or false. Serial ultrasound examination of the ischemic cervix is recommended. صح. طيب وبعدين لو لقيناها بتأثر الاسمك بارت، هل هنعمل ريسيركلاج او نعمل عليها سيركلاج تاني ولا نعمل ايه؟ لا ما بنعمل. بندي بروفيلاكتيك فشل البريستروم من الاسبوع 12. ده كده كده هنديه للناس، او هو لقوا ان ليه فايده، لكن لما نعمل فولو اب هنعمل عليها. انا عارف ان هي ريكومندد ان هي تتعمل، هل ممكن نعمل ريسيركلاج؟ كونترافيرسال والله مش يعني مش مكتوبه كليرلي في برضه ممكن يعني ممكن، لكن يعني مش ممكن يعني هتبقى فور كونسلنج بقى. تمام تمام ماشي. اللي بعده. Sexual intercourse is not recommended once pregnancy exceeds the first trimester. False. هم كاتبين عليها كومنت. لا صريحة sexual intercourse is recommended. Intercourse is not recommended. Is not recommended. فهو من الأسبوع العشرين، من الأسبوع العشرين برضه. يعني مو first trimester. يعني خطأ السؤال. يعني سؤال خطأ. يعني بعد السكند تريمستر. السلام عليكم. المفروض من ال 20 ويكس سيكشوال تركوز از نوت ريكومندد. ايه بس انت قال من الفيرست تريمستر، هي مش من الفيرست تريمستر، من الاسبوع ال 20. الاسبوع ال 20 عشان كده الاجابه غلط. من الاسبوع ال 20. وهي برضه سكند سيركلر. اوكي نعم اوكي. كمل دكتور احمد. اتفضلي كمل. A second cerclage is recommended after a normal 20 weeks combined biochemical and ultrasound aneuploidy screen. لا ليش after after 12 weeks؟ هل الانومالي غيرك سكلود الانومالي؟ تمام مالوش هو لازم هو ده. احنا بالعكس احنا بنقول لو لقينا ان السيرفكس بيقصر مع الفولو اب بقى سكان ممكن نفكر نبقى نعمل سكند سيركلاج، لكن هنا مش ريكومندد از روتين يعني. اتفقنا؟ فاجينال بروجسترون هاز بين بروفن تو بريفنت بري تيرم ليبر في حالات اللي هي عامله تراكليكتو. هل هو بروفن؟ فهي ترو؟ لا هو نوت بروفن، هو مفيد بس نوت بروفن يعني. هم بنوه على ان هو بي بي ان الايفيدنس بتاعه في الناس اللي عندها بريفيوس بري تيرم ليبر ان هو بيقللها، فقال لك يبقى الناس اللي ات ريسك اوف بري تيرم ليبر هيقللها. ده حاجه اسمها بيسموها ايه اكسترابوليشن، لكن هو نفسه مش مفيش انف ايفيدنس ان هو ان انا اقول ان هو proven to prevent، لكن we can use يعني، ده مش معناه ان احنا we will not use. اوكي اللي بعده. Vaginal birth is recommended and women should be reassured and counseled to plan accordingly. لا لازم تقول سي سكشن. ممكن تقترح عليه سي سكشن صح؟ ده لازم سي سكشن. سي سكشن is recommended method of delivery. ماشي اللي بعده. عند 37 اسبوع مش كده؟
If a first trimester miscarriage occurs, the recommended approach to treat is dilatation and curettage. لا لا ما في مشكلة. طب ثواني يا جماعة بقى معاك. Yes. يا دكتور سامي. دكتور يوسف. ازي حضرتك يا باشا؟ الله يكرمك. السلام عليكم. ازي دكتور ثروت؟ دكتور يوسف. انا لا لا. ازيك يا عم ضلمة؟ ازيك يا باشا؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. امال يا باشا انت والله يوم السبت كنت في الشغل. نعم. والله يا باشا شغل كنت ده في الشغل. كان عندي لسته كده، كان عندي لسته يوم السبت. ربنا يا اخي بس تليفونك ليه بقى؟ نكلمك ونتصل عليك بس حبيبي يا باشا. عينيا الله يخليك يا بيه. لا الدكتور صمد بيتصل ولا انت بتتصل ولا الدكتور مصطفى؟ اعمل ايه يعني؟ والله انا يوم السبت ده كنت متضايق جدا، بس هو الفكره ايه ان كان في حالات عشان السفر والكلام ده، فكانت الدنيا كانوا مأجلين يعني، كان لازم يعملوا السبت اللي فات فمش هينفع يتأجل. عشان كده حتى لما كنت بكلم دكتور احمد تقول له لازم السبت عشان بس، فما عرفتش بقى. الحمد لله. يلا ماشي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا باشا. دكتور ثروت اهلا يا باشا. عامل لك ايه يا ريس؟ اتفضل. يا ريت والله. هو مين حل الأسئلة؟ دكتور ثروت. دكتور ثروت اللي حللها؟ اه انا والدكتور مصطفى. تمام معناتها خلاص يعني، لا ما في داعي نقراهم مرة تانية. لا لا ازاي؟ خلاص اكيد صح. ما شاء الله. لا في حاجات طبعا بتكون غلط في الجزء يعني، بس عن جد حلوين ما شاء الله يعني. هاي اول. نعم. لا لا حلو التوج ارتكلز والله. بقول لك انا بعت لك، انا بص انا عملت اللي هو، انا بعت لك عملت اللي هو فوليوم فوليوم 2 صح كده؟ 2 اه. بس انا بقى بص يعني، بص انا ماليش بقى في حوارات يعني، انا يعني انا عامله عايز ابعته لك خلاص ومجاوبه ومعلم على الاجابات في التوج ارت، فاهمني؟ تمام. بالورقة يعني، على الورقة سبيل. نفسها يعني، على الاوريجينال يعني، على الورقة نفسها، على الاوريجينال. انا اي فوليوم؟ فوليوم 4 عايز ابعت فوليوم 1 بس. ماشي نراجع الاسئله الحاجات اللي معانا فوليوم 4. اه ما انت معاك بس انت تظبطه بقى. مش انت معاك؟ انا مش عارف معايا مين والله. اه لا مش عارف بس مش عادي، ابعته وانا ايه اشوف الاجابات اللي عندنا ابعت لي اياهم كمان. انا ابعت لي اياهم شوفهم انا كمان شوف الاجابه. طيب انا ابعته بس انا محتاج الايه؟ عم اقول الفوليوم كله مش عندي انا، هدول التوج ارتكلز ما بعرف انا طالعها اساسا. مثلا ابعت لك كل انا قصدي على ايه؟ دكتور احمد يعني على الحته الفكره بتاعت ان احنا تبقى الحاجه كلها محلوله او متجاوبه تمام. انا عملت يعني كنت لسه عشان الوقت وكده، وانا اصلا ماليش قوي في حكايه ان انا اقعد اجمع الحاجه وكده، بس انا حليت على السي بي دي نفسه، عملت ماركينج على الصح والغلط والاجابات في التوج ارتكل نفسه، فاهم قصدي؟ انا عارف. ايوه انا اخد بالي انا فاهم. فاحنا هناخد دي نشوف الاجابات اللي عندنا يعني نطبقها مع بعض ونعمل فاينل يعني حاجه نهائيه نبعتها بتروح، مش مشكله زي كده يعني. تمام. كنت عماد انا ممكن اقعد اعملهم لك يعني، ممكن بس تقعد معايا تمليني.
اهلا، ازيك يا دكتوره نشوى؟ والله ازيك يا دكتوره نشوى؟ ازيك يا دكتوره عامر؟ مش قدامهم بقى ماشي، بلاش تهزيق قدام الناس، تهزيق على بعتنا على الواتس او ايميل. الدكتور ثروت تقريبا يعني حلل كل الحاجات دي وذاكرها ومجمعها، هنراجعها مع بعض. دكتور انت عارف ان ممكن نبقى نروح حاجات كتير بفهمها غلط يعني. يا باشا والله طالما انت حللهم ان شاء الله ما فيش حاجه غلط باذن الله. زي ما انت شايف بقى. انا هقيه انا كان المفروض اللي هو كان عندي اللي هو كان فوليوم كامل دكتور، كان دكتور صار وكان فوليوم 2 ولا 1 فوليوم 2 واحد خليته نشوه وما كملتوش، بس انا خدنا منها الجزء اللي ما كملش. هي كان ناقصها الدي كي بي وناقصها الاوبيزيتي صح يا نشوه؟ كان ناقصني الدي كي اي والاوبيزيتي. عملناهم احنا، بس عملنا الدي كي بي ناقص الاوبيزيتي ده اللي ناقصه بس. تمام تقريبا حتى موجودة في نفس الفوليوم ده. تمام هو رقم 16 جوابه ايه؟ يعني اذا البيشنت عنده ميسكاريج ميديكال مانجمنت ميديكال اني ميديكال. طب بركي ما استجابت على الميديكال. انا بقول لك الفيرست تعمل لها دي ال دي سي. انت يا دكتور ثروت حليت اللي هو التوج ارتكل بتاع الفيمين جينيتال ميديليشن اللي كان اقوله فيمين جينيتال ميديليشن ده حليته؟ ما هو ده فوليوم 4 يا عماد، ده اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه ده. اول واحد فيهم في حاجه معينه يعني هتناقش فيها؟ لا انا عايز اجيب اللي هو كان عندنا، عايز اشوفه. انا اقول لك انا كان اللي كان معايا اللي هو كان اوله سيرجيكال مانجمنت بتاع الهيفي منسترال بليدنج اللي هو بارت 2. دكتور ثروت هذا بالسؤال 16 يعني البيشنت مثلا بتعطيها سايتوتيك او بتعطيها مايفيبروستون وبعدين بس يتوسع عند العنق بتعملها ايفاكيويشن؟ هو ده اللي مكتوب ان الميديكال مانجمنت هو الريكومندر يعني. تمام يعني ميديكال مانجمنت حتى انه اقل شيء يتوسع العنق صح؟ بالظبط. ايفن سيرجيكال دكتوره بسمه ما فيش دايليتيشن، مش هتعرفي تعملي دايليتيشن في اكيد ما فيش عنق اساسا يعني. يبقى كلمه دايليتيشن هي اللي مغلطه السؤال، هو بيقول هنا دايليتيشن، لا ما فيش دايليتيشن. دكتور ثروت انا بعتوله على الواتساب. ماشي وفي يا جماعه التيبل اللي هو في التراك ليكت وده اللي هو الريكومنديشن الانتريتر ريكومنديشن ده مهم جدا بصراحه. في جدول كده في التوب، في جدول في التوب في بالنسبه للتراك ليكتومي اللي هو البريجننت وومن افتر تراك ليكتومي، في يعني معلومات انا اعتقد انها مهمه جدا بصراحه، هي اهم حاجه في التوب ده. هو كيف الواحد بيحصل عليهم هدول التوج دكتور ثروت؟ انا ابعتهم لك حالا دلوقتي. لا بعرف بس هن من وين يعني اساسا الويب سايت تبعت يعني هم بيشوفوا الناس اللي بيشوفوا الناس اللي بتسال كتير
بشوف الناس اللي صادت كتير وبعت لهم التوكس دي. يعني يقولوا ده راجل قديم بس عجوز معانا، خلينا بس نرفع معنوياته شويه. لا لا موجوده موجوده في ال... انت لو دخلت على موقع الكليه في التوكس موجوده في البحث. صح يا مجد؟ لا يا دكتور ثروت، طالما عارفه انا فكرت الامتحان يوم الاربعاء فعادي ما اعرف التوكس خلاص. طب بعيدا معاك، انا كنت هبني على كده اقول يوم الاربعاء خلاص. وصلنا الايميل انا انه الثلاثه خلاص ثبتوه يا دكتور. ايوه ايوه انا قلت لك الايميل بياكلوا كده. هم اخروا الامتحان يا دكتور ثروت ولا ايه؟ خلوه شهر ثلاثه تاني. لا بتكلم بجد. لا 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 هو بشهر سبعة، بشهر سبعة. بعد شهر جولاي. بعتوا ايميلات جديدة بتقول ان بتقول الامتحان تقريبا اجلوه تاني شهر ثلاثة بعد ما كانوا عاملين لكم واحد. يا ريت والله لنعمل احتفال. يبقى يكون في امل يعني. بس لا انا بعتوا لي ايميل امبارح مأكدين انه هو ب 30. لا لا واحد. يا دكتور يا دكتور يوسف ما فيناش من الحركات دي. ماشي ليه ليه؟ لا وانا هبقى في منتهى السعاده. ماشي بس ما يقدروش يعملوا كده. انا عاوز اقول لحضرتك على كده، احنا هنخبي عليكم ميعاد الامتحان وراح اقعد دكتور صدر بس هنخبي عليكم. يا ريت. لا صدى ما يقدروش يعني يعملوا كده يعني ما ينفعش اكيد. لا هي الناس بتحلم شكلها بمارش او مثلا. جماعة هو في حالات الهيربس تمام، ايه الجرعات بتاعت الهيربس يعني بنعالج؟ نورين انا بذكر ايه في ظبط ايه الجرعات بتاعت الهيربس؟ 5% × 7. 5 × 800 ده التشيكن بوكس. لا 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 الهيربس الجينيتال هيربس. لا لا التشيكن بوكس 800 يا دكتور صبر. الهيربس الهيربس 3 × 400 × 5 أيام التشيكن بوكس 5 × 800 × 7 أيام. بس بدي عليك يا دكتور تتأكد إن أنا تهيب. قال هيربس صحيح 400 3 مرات باليوم ل5 أيام مظبوط. الحمد لله ماشي. انا هطلع خليفه الامبراطور خلاص ناوي احفظ الارقام. وهو الخمس ايام دي على اساس ايه؟ يعني 400 3 مرات هو اساسا حاله بيروح الهربس خلال اسبوع يعني. طب لو الحاله عندها اتش اي بي، لو الحالة عندها HIV الجرعة بقى بتبقى عاملة ازاي؟ بص حضرتك هو الهيربس نفس الجرعة دي بس في سبريشن دوز واحدة تانية من اول 36 لحد الدليفري. طيب عموما هو الهيربس تمام الجرعات بتاعته اول جرعة اللي هو لو هو برايمر هيربس هتاخد الحالة من عند هتاخد الحالة سايكلوفير 400 ميلي جرام 3 مرات في اليوم تمام؟ لمدة قد ايه؟ انا مش شايفاها، انا قدامي ورق دكتور احمد بس انا مش شايفاها لمدة قد ايه؟ اللي هتبقى 5 ايام 5 ايام
طيب تمام لمدة 5 أيام وترجع بعد كده تاخدها من الأسبوع 36 لحد الولادة. ويسموه سبريسيف دوز، ودول ممكن بالمنظر دوت إن إحنا ممكن حتى تبقى برايمري إنفكشن وما نعملهاش زيرينسي. تمام لو هي عدت الست أسابيع. ولو البيشنت دي عندها اتش اي في وهي عندها هش ان جالها قبل كده جينيتال هيربس، ساعتها هنديها السبريسيف دوز ديت من الاسبوع ال 32. تمام. وفي جرعه تانية اللي هي لو هي بدا يكون عندها سي ان اس مانيفيستيشنز وشاكين ان هي ممكن يعني تدخل في مننجايتس او كده بالظبط، هتاخد الدوز دي اي في بقى اللي هو من 5 ل 10 ملي جرام بير كي جي 3 مرات في اليوم. تمام. تمام. في جرعه تانية 5 بس، مش من 5 ل 10، 5 بس 3 مرات في اليوم. ثانيه هقولها لكم. طب هو الريسك بتاع النيونيتال هيربس قد ايه؟ وحسب اذا كان برايمري او سكندري. هلا صح؟ برايمري كثير عليه 41% البرايمري. تمام بالضبط. تمام. السكندري اب تو 0% يعني 0 to 3 من 0 ل 3. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا لغاية فين؟ 16. في البريك كنا بنتناقش في التطعيم بتاع البيبي لما الأم بتبقى عندها هيباتيتس بي فيروس بوزيتيف. تمام. البيبي بياخد تمام. الجرعة امتى وامتى وامتى. تمام. انتوا مالكم بامتى؟ هو 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 كده كده دلوقتي كله بياخده ات زيرو، هو دي اللي يهمك بس وخلاص. تمام. جدول للتطعيمات في انجلترا كله ممكن ابقى ابعته لكم، لكن هو انت اللي يهمك ان هو بياخد سواء الام هيباتيتس بي بوزيتيف او نيجاتيف، هو كده كده لازم دلوقتي بيدوا الدي زيرو. حتى في مصر بيدوا الدي زيرو الفاكسينيشن. تمام. الانتي بوديز انتوا عارفين ان 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 الحاله الوحيده يعني لو هي هيباتيتس بي بوزيتيف برضو ياخد الانتي بودي. الحاله الوحيده اللي هو ما ياخدش فيها لو هي عندها انتي هيباتيتس اي انتي بودي، او لو عندها والانتيجين نيجاتيف والانتي بوديز بوزيتيف، ساعتها بياخد بس الاميونوجلوبين. ده الحاله الوحيده. تمام. Otherwise فكله ايه؟ فكله بياخد. ماشي؟ تمام. طيب نكمل. هلا وقفنا عند if the 16 if a first trimester miscarriage occurs the recommended approach to treatment is dilatation and curettage. قلنا عليها انه هي فولس. تمام. امال ايه الريكومنديشن؟ ميديكال مانجمنت. تمام ماشي. 17 هيستروتومي از ذا ريكومندد ابروتش تو ديلينج وذ ان انترا يوترين فيتال ديث ات 30 ويكس اوف جيستيشن. ترو. ذا نيرس تولد مي شي وونتس تو hysterectomy is the recommended approach. Yes, it's true. Okay, next. True. One. Yeah. Where a woman presents with threatened preterm labor at 30 weeks of gestation, the cerclage suture should be removed. لا ما منشيلها. تمام. ماشي اللي بعده. حد تاني دكتور ثروت تفضل. It is recommended that pregnancy is avoided for 6 months. Yes. عشان طبعا لو قبل كده بيزيد الريسك بتاع بريتيرم والمسكرج وكده، فلازم نأجله اتليست 6 months. واحنا اتفقنا ان حد كان الدكتوره وسن جمعت لنا كل الحاجات اللي بنأجل فيها البريجننسي قد ايه بعد كل حاجه، بريست كانسر مش عارف
مش كده؟ الرينال ترانسبلانتيشن، الكاردياك ترانسبلانتيشن، كلهم واحد اللنج ترانسبلانتيشن وال 2 years. بعتيهم دول يا دكتور واسف فين؟ ما شفتهم. هتبعتهم لك، هتبعتهم لك يا باشا. خلاص ان شاء الله. اللي بعده يا دكتور ساره اتفضل. Absence of the faculty mucus suit to decrease the efficacy of BOPs in yes. تمام. ماشي. خش على بعده. بالنسبة للcontraception around the menopause. The faculty decrease in women when they reach their late 30 هي mid 30 مش late 30. سن قد ايه بالظبط اللي بيحصل فيه فرق في الفيكانديتي؟ 35 اه يعني ميد 35 كده فعلا. هو من 35 ل 38 دي حاجه، ومن بعد 38 لغايه 40 دي حاجه، وبعد 40 دي حاجه ثانيه. بس هو اجمالا بعد 35 يعني ببلش انه بيقل. يعني هو حتى لما بنيجي نتكلم في السكسس بتاع الاي بي اف وكده بنتكلم لغايه ايدج 35، من 35 ل 38 دي ليها نسبه، من 38 ل 40 ليها نسبه، وفوق 40 ليها نسبه ثانيه، وفوق 35 بقى ليها ايه نسبه، يعني تقريبا ما فيش حالات بعد 45 على الا مع دونيتد اكس يعني. تمام اوكي. بعده The ability to conceive decrease from the mid 40, نعم yes, to 1 in 5. تبقى ايه؟ 1 in 5. يعني ايه 1 in 5؟ لا دي السؤال بعدين، السؤال اللي بعده اسف. هي الability بتقل، وبعدين about 1 in 4 conceived at age of 40 or older هي 1 in 5 مش 1 in 4. ايوه 1 in 5 دي 1 in 5 ايه؟ ده بيكلمك مين اللي بيحصلهم conceive at age of 40 or older. Unplanned. مش معنى كده ان كل خمسه بيبقوا منهم واحده حوامل، احنا عندنا نسبه الحمل نسبه الحمل بقى عند الايدج بتاعه ال 49 ال 45 دي بتقل، بتبقى less than 55% او اقل. بالظبط. والunplanned pregnancy اللي هو 1 in 5. تمام كملوا ليه؟ وانا بلاند بريجننسي النورمال موجود بالاف اس ار اتش كم؟ 1 in 3 النورمال 1 in 3 انا بلاند. طب رحمة يا دكتور ثروت الحاجة وصلت لك؟ لا وصلت يا باشا وصلت. تمام. السؤال الرابع is consider the effective form of contraception اللي هو بالنسبة للبوبس دي صح؟ هلا ديفيد ما له كونترا انديكيشن. لا ديفيد الدايبيتس ده دي انا معمولة غلط، يعني هي الدايبيتس هو مش كونترا انديكيشن دي غلط، هي بس معمولة هنا صح غلط. تمام. انتوا فين يا جماعة؟ اه باشا المجرين دكتور احمد معانا. تمام ماشي. السلام عليكم يا باشا. الله يخليك. خش على البروجسترون اونلي بيل اتاخد دي ار كونسيدرد من منيفوز ترو. ماشي انت جاوبتها. دايبيتس ميز كونترا انديكيشن دي فولس. في اي ميديكال بروبلم اذا كونترا انديكيشن البروجسترون اونلي بيل؟ ايه كونترا انديكيشن إذا بريست كانسر؟ كونترا انديكيشن البوبس لو بتاخد هيستوري اوف بريست كانسر. في حاجه ثانيه؟ بريفي بس كده. البروجسترون البيلز لو بتاخد بتاع ده، لو قصدك ان هي لو افكتس بتاخد انتي، لو بتاخد ايه الافكتس بتاعها بيقل لو بتاخد انتي ابيليبتيك دراجز. ولسه قايلين واحده بتقلل الافكتس بتاعها وما ينفعش نستعملها فيها اللي عامله ايه اللي عامله تراك. بس يعني مش كونترا انديكيتد، هي بتقلل الافكت. لا مش كونترا انديكيتد، لا احنا بنتكلم ده بيقل من الافكت بتاعها. تمام. هي خمسه دي فولس مش ترو، بتبقى غلط عندنا. المايرينا از لايسنس فور كونتراسبشن فور 10 ييرز فولس 5 ييرز اونلي. الجايدس 3 years only.
هعمل حد فيكم، معلش انا هيبقى عندي حاجه كده لمده ربع ساعه، اعمل حد فيكم انت عندكم الفايل ده اعملك يا دكتور ثروت انت مودريتور المودريتور وتكمل معاهم، وانا على ما اخش معاكم تاني. ماشي يلا نصلي العشاء. عاوزين اعطينا 10 دقايق نصلي العشاء دكتور. نعم ندي 10 دقايق ونكمل. طيب خلاص انا في خلال 10 دقايق هكون خلص. ماشي اوكي خلاص ان شاء الله. هو الميجرمنت مال يوتراس اقل من الاكسبكتد جستيشن ورانت اوفري ذير سكوربس لوتم next to an sonographical query about a complex mass. انتوا شنو رايكم؟ هم هاي اكتوبك ولا نقول لك اوفريان مان؟ اكتوبك هو ايه ده يا جماعه؟ ايه ده ايه ده يا جماعه؟ بتحلوا في ايه؟ فين الاسئله دي؟ خلاص فين الحاجات؟ عاوزين تحلوها يعني ولا ايه؟ لا لا احنا كنا بنناقش دكتور ننتظرك وبعدين طيب خلينا يلا يلا نكمل عشان احنا ضيعت لكم وقتكم كتير. معلش احنا وصلنا لحد السؤال 8 يا دكتور عماد. ايوه يا شمعان بلاد لوس في اللي هو الجايدس از لايسند فور كونتراسبشن فور 5 ييرز او اقل من كده 3 سنين. بلاد لوس and a woman with heavy menstrual bleeding is reduced by over 80% within 3 months of المايرينا. السؤال رقم كم معلش يا جماعة اللي هو السؤال يا باشا رقم 9. احنا 9 blood loss in women with heavy menstrual bleeding is reduced by over 80% within 3 months of المايرينا insertion. هو الفكرة كلها ان هو بقى يعني هو مش within 3 months I think يعني 6 months يمكن. لا 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 هو صح 3 months 3 months مظبوط 3 months. انا عارف ان هو بيقلل البريدنج وبيقلل السيمتومز يعني كلها وبيحسن الكواليتي اوف لايف اوفر ذان 90% اوف بيشنت. هو بيحسن ان البروبلمز بتاعته هو مشكلته ان هو بيعمل سبوتنج بس الهيفي منستر بريدنج الهيفي بليدنج بتقل في اوفر 30 اول 3 شهور. الجديسية ده ايه يا جماعة؟ هو مثل المنديلة بس اصغر دوز اقل حتى حجمه اصغر وبيبقى لثلاث سنين بس مش كده؟ تمام. بس ده انا ما شفتوش. ده حد استعمله؟ لا انا شفته في ايطاليا بايرز برضو يا دكتور احمد يعني نفس طبعا. الشركة ولونه بدل الاخضر كده بينك وحجمه اصغر والجرعه اللي بيفرزها اقل. دكتور موجود عندنا بدبي شويه في موجود في دبي. استعملتيه؟ لا ما استعملته. استخدم المايرينا اكتر انا. تمام اوكي اللي بعده with regard للcombined hormonal contraception they are not recommended for youth and women over than age of 40 year. غلط طبعا هي دي بعد 50 ما تستخدمش بعد 50 the associated increased the risk of the breast cancer decrease after they are discontinued true. تمام لان احنا اول ما نوقفه التاثير بتاعه بيبقى بيرجع تاني عادي. the risk of the venous thrombosis decreases after the first few months of use. تمام صح كده. تمام هو أول سنة وخصوصا أول أربع شهور. هو أول سنة وخصوصا أول أربع شهور فعلا. concerning the contraception and hormones and concerning and hormonal replacement therapy ال HRT implant provide adequate endometrial protection. لا ال implant ملهاش دعوة بال لا المريض اللي هو بيدي endometrial protection. And 4 years. ايه رايك يا دكتوره؟ Why not؟ طالما في استروجين وبروجستيرون يعني مثل كونتراسبتيف بيلز يعني يفترض انه تعمل اندوميتريال بروتكشن. لا بس مش زي المرينه. بنتكلم على احنا بنتكلم في الاتش ار تي. الاتش ار تي تمام. ايه اتش ار تي ما بيكون هو الاتش ار تي هو مكبر هو الريكومندد هو الريكومندد واللي مكتوب عشان نعمل انوتريال بروتكشن بنحط مايرينا
بيستخدمش طبعا لوكال هو اهم حاجه، هو احسن حاجه اللي بيعمل معلش يعني احنا بنعرف ان المايرينا بيعمل ايه، بس يعني بس ما ممكن تدرسها استروجين وتعطيها اتش ار تي امبلانت تقولين هذا بروتكشن طبعا لا. ايه ايه يا جماعه، ايه يا جماعه معلش السؤال رقم 13 يا دكتور. HRT implant. An HRT implant provide. عبارة عن إيه HRT implant؟ استروجين وبروجسترون. هي نفسها كأنها continuous combined HRT. بالضبط. هو ده اللي مكتوب؟ هو ده اللي موجود في التوب. HRT. HRT implant. هي عبارة عن combined continuous. بالظبط. يبقى هي بروفايد ادكوت اندوميتريال بروتكشن. هذا اصلا يا دكتور احمد هي مكتوبه بس خلاص وانا مقتنع بكده. في فرق بين استرا دايول باتشز، في فرق بين استرا دايول باتشز و احنا قلنا انها استرا دايول باتشز على فكره، دي قصه تانية، فدي محلوله غلط على اساس ده. لكن هي لو اتش ار تي بلانت دي كومبايند، محدش هيقدر يعمل لك حاجه يعني كومبايند كونتينوس اتش ار تي الا وهي فيها بروجستيرون. تمام. لكن في فرق بقى، انت هتاخد استرادايول باتشز مثلا وتحط معاك مايرينا، دي قصه ثانيه دي. تمام. لا احنا فهمناها ان استرادايول باتش على فكره. لا دي امبلانت، دي بتبقى كومبايند كونتينوس اتش ار تي. يعني هي اتش ار تي مش اي ار تي. مش بالظبط. تمام. مايرينا ادفايس ان 4 5 ييرز فور اندوميتريال بروتكشن. دي فيها برضو كونتروفيرسي يا دكتور. المفروض ان هي فور اندوميتريال بروتكشن 4 ييرز. 3 سنين فور بروتكشن. 4 ييرز. بس برضو التوكس يا دكتور احمد كاتب ان في كونتروفيرس، وان البعض بيقول ان هي بتستعمل كاندوميتريال بروتكشن فور 5 ييرز. التوكس بس لا مكتوب لايسنس فور ييرز. لايسنس فور بس يستخدموها. ايوه اللايسنس حاجه والبعض بيقول حاجه ثانيه. اللايسنس فور ييرز اربع سنين. نعم. تمام. لان هو بيقل الرزق، بس هي ككونتراسبشن خمس سنين. ماشي بالظبط. هي شركه باير نفسها بتقول لك 3 years as يعني شركه باير تقول ان هي من مصلحتها ان هي يتغير المايرينا، لكن هو لايسنس. طبعا ممكن. ما خطر على بالي. ماشي. Sequential HRT inhibit and 40% sequential HRT دي اللي هي زي ايه؟ زي السايكوبروجنوفا وكده، استروجين وبعدين بروجستيرون. بس هو الفرق بينهم تقريبا في عدد الايام، يعني الاستروجين مثلا هنا بيكون 10 هنا 11 حاجه. هو على فكره المفروض البروجسترون ما يقلش عن 14 يوم. تمام. علشان يعني نبقى فيه اندوميتريال بروتكشن كويس. وطبعا السيكوينشال دي بتزود الريسك بتاع الاندوميتريال هايبربليزيا والاندوميتريال كانسر، لان هو اعتقد اللي موجود اللي ما كان عندنا في مصر مشكلته ان هو كان 11 يوم بروجسترون بس. مش كده يا عماد؟ وعشان كده ما بيستعملش. لكن اعتقد إن عشان يستعمل هو موجود السايكوبروجنوفا في دبي ولا مش موجود؟ موجود عندكم يا وسن في الامارات؟ لا مش موجود خالص. لا بس تيبلون اكثر شيء نستخدم تيبلون. لا وده يعني ده ليه استخدام تاني يعني. ماشي اوكي اللي بعده. انكريز ان اوستيوبروزيس ان وومن بيكام من وزن اند بيوبروفيرا طب ترو. ماشي 14 regard to the male contraception. ويفترض الانجكتبل ميثودز اوف كونتراسبشن ما تستخدم اكثر من 2 years حتى لو ما عندهم يعني ريسك للاستيبروسيس. You can't counsel the patient. You can't counseling. يعني reassess the patient after 2 years.
لا بس يفترض انه ما تعطيها، تنصحيها للبيشنت تقولي له انه لا تاخذي يعني انه اكثر من 2 years enough يعني counseling. The emergent contraception failure does not increase risk of fetal abnormality. True. ماشي. وليه مين بقيت الناس ما حدش فين بقيت الناس ما بيجاوبوش ليه؟ معاك صوتي يقطع بس يا باشمهندس. يلا انا اشوف بقى كملي انا اشوف شوي. تمام. الاسترلايزيشن it is used by vast majority of women over the age of 40 in the UK. False. واكتر حاجه بتستخدم في اليو كي مي اكتر حاجه ايه؟ ميل استرلايز. بس ما اعرفش اوفر ذا ايه اكتر حاجه اوفر ذا ايج اوف 40 اكتر حاجه جنرال او سي بي مش كده؟ هم كاتبين حاجه بقى اوفر ذا 40 هنا. ما انا ما هلا باليو اس بامريكا هو الريلايزيشن اكيد يعني. احنا يوكا يا بسمه ماشي تمام. اي فيميل هاز فيلير ريت اوف 1 ان 200 لا 1 ان 2000 يا جماعه 0.5% في الميل البوزيتيف ترو فيميل 1 ان 2000 نو no, 1000 1000 يا جماعه في اللي هو الفازكتومي هو نفس الفيلير ريت بتاع الفازكتومي هو هو الفيلير ريت بتاع لا 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 الفيميل اكتر الفيلر الفيميل اكتر ولا هذا احنا الفازكتومي 1 ان 2000 واحد في 200 الميل 1 في 200 واحد في 200 واللي هيستروسكوبي 2 بالألف صحيح. ماشي. طيب. بعد كده in male it is associated with post operative proven spermatozoa failure rate lower than that of the female sterilization. بس يا شين شو هو بس حدا يفهمني اياه شو قصدهم يعني سكسس ريت احسن من الميل ولا لا او الفيلير ريت اكتر ولا اقل اوكي انه بيقارن الفازكتومي بالسيريلايزيشن اللي بعده اللي بعد الفالفال اتشنج تو بناين فالفال ديرماتوزيس لايكروسكليروزيس كونديشنز ذات ار ايديال مانجد ويز ان سبيشالست كير لايكروسكليروزيس دي طبعا صح اليوني فوكال فالفال انترابسيليال نيوبلازما برضه ترو الفالفودينيا ترو البولس ديزيز ترو فولس احنا عندنا الحاجات اللي دي عوض دي الديرماتوزيس البولس شو هي البولس ديزيز؟ حاجة زي الفيزيك الحاجات جلدية حاجة زي الفيزيك ديرما زي البنفجويد مثلا With regarding management of vulval disease creams have better monitoring properties than ointment غلط المفروض الointment أحسن should be taken from the central area of an ulcerative lesion ده غلط احنا لغتها من ايه امتى نستعمل كريم وامتى نستعمل اوينتمنت بشكل عام يعني الكريم لما الاكسبوجر اصلا يعني ده مش في الفالفا يعني حتى بشكل عام هو ايه الاحسن استعمله في الفالفا اوينتمنت لا ما في لان موستر يعني الويت اريا والهاي ما راح يصير بيه انا تهيالي في الفالفا كده الجل والحاجات اللي زي كده اللي بتقص بسرعه ما بت لان بيهم سمثينج ماده هاي مثل اللي في الفازلين بترجين او سمثينج نسيت والله شنو اسمها بالاوينتمنت فيكون احسن الابزوربشن اللي هي
هما كاتبين في الـ كاتبين في الجايد لاين في الـ في سوري في التوك دي حاجة على الكلام ده مش كده. هو الفكرة ان اتفضل يا استاذ صلاح. اتفضل. هو كاتبين الاوينتمنت احسن بس يعني كمويستر. هو الكريم في تكوينه بيبقى فيه ووتر اكتر. حتى الكريم بيستعمل في الدراي ارياز يعني. الكريم بيستعمل في الفيس في الحتت اللي هي الدراي. لكن الاوينتمنت بيستعمل اكتر في الحتت اللي هي زي الجروين كده لي اريا اللي هي الويت اريا الكلام ده بيستعمل اكتر الايه الاوينتمنت كده. واعتقد مكتوب حاجه كمان عليه الافضليه للاوينتمنت. هما بيدوا افضليه ممكن نستعمل الاثنين. بيدي افضليه للاوينتمنت مش كده. في الفالفا بالنسبة لمنطقة الفالفا يعني. طيب ماشي نكمل البنش. البنش تاكن فروم سيبرالي هي تاكن من الادج من الادج. لازم يبقى حتة سليمة وحتة حتة هيلثي وحتة نورمال. سبعة the absence of diagnosis mapping vulval biopsy under general anesthetic should be taken in symptomatic patients even if the skin looks normal. دي طبعا false. ماشي. Biopsy on suspicion. لو في suspected multi focal disease محيك. Regarding symptomatic vulval skin lesions, vulval psoriasis should be treated with the superpotent topical steroid. دي طبعا غلط. هم ليه طبعا بتاعها اللي هي اللي مودريت. في جدول يا جماعه كده في كل حاجه انا وريته لكم حتى تقريبا مش كده. في جدول في كل الحاجات بايه التريتمنت بتاع مين اللي ياخد سوبر بوتنت ومين اللي ياخد مودريت وكده. هي الوحيده تقريبا اللي فيها اختلاف اللي هي السورايسز يعني اللي واضحه. واللايكس كلوز واللايكس هم بس اللي واخدوا سوبر. هم اللي بياخدوا السوبر بوتنت. بياخدوا سوبر بوتنت والسورايسز بتاخد مودريت. تمام. وال الاكزيما بتاخد ايه برضو؟ مودريت. ماشي. سايد افكت فروم توبيكال ستيرويد يوز ار ان كومن. انا تهيالي ترو. خطا. كومن. لا كومن. ايه بقى كومن زي ايه يعني؟ سكن اريتيشن يكون السكن يصير تن يصير في اريتيشن سنسيتيفيتي فروم ستان. وممكن سيستميك ابسوربشن مع الفتره الطويله والسكن ثيننج وال استرايا. الماتولوجيست باتش تيستينج تو بي كونسيدرد فور بيشنت وذ ريكرنت فالبال ايتشينج. لا طبعا مش روتين. لو انت لو هي ايه لو انا شاكك مش اي ريكرنت. لو هي مش اي ريكرنت لو اي لو انت شاكك على حسب الهيستوري بقى اتوبيك. اتوبيك لكن لو هي بس هي مي يوزفل هي مي بيوزفل بس مش شوت بي كونسيدر يعني هي ممكن تفيد ماشي. ومش بكل ريكرنت يعني في انواع معينه محدده. تمام. ذا ريسك يمثل كارسينوما ديفلوبمنت اللايكن سكروس 10%5% دكتور احمد مكتوبه في التوب من 3-5% اعرف الرقم 5%. تمام ماشي. regarding the skin lesion morphology rules small bulbable lesion less than 0.5 cm diameter. دي صح. طبعا التوج ارتكل ده فيه وصف كل السكن ليجنز. جميل قوي. حضرتك بقى البريول اللي هي اقل من نص والنديول اللي هي اكتر من نص. تمام.
بعد كده الالسر از شالود نيو ديفيريا كوزد باي لوس اوف ايبيديرم السيرفس لير اوف سكن. Woman with vulval skin lignification usually have painful sick skin. هو ايه هو ده ده اتنين داخلين في بعض ولا ايه؟ لا 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 نفس الجمله شلون يصير؟ ازاي مش لوس اللي بيديرم بيبقى الالسر بتبقى واخده اللي بيديرم والديرم الالسر بيبقى توتال لوس لكن ده ايروجن ده ايروجن ده وصف الايروجن بالظبط كده الايروجن بتبقى ايه بتبقى الاريا بتاعت الايه ابيديرمس سوبرفيشال لير از سمول فلويد فيلد بلستر لزان 5 سنتيمتر هار سنتيمتر ده ترو دي ترو فعلا وصفها كده الفالفر انتر ابسيليا نيوبلازم از كومونلي بليك لايك تروبرد بتاعت اللايك امبلانس ماشي دكتوره بسمه اتفضلي. With regard to topical steroids in the management of vulval lichen sclerosis, follow up usually with daily treatment of superpotent topical steroids ointments in patients who are in remission. Daily. 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 لا. ليه؟ شيز الريميشن تحط لها دايلي ما هي في الريميشن بتاخد دي الستيرويد فتره وبعدين يبقى توايس ويكلي وبعدين يبقى ويكلي وبعدين ويكلي ايه هي ريميشن الحين مو عندها اتاك ما سبتها دايلي لا هي عم تاخد دايلي تريتمنت وسن تاخد دايلي تريتمنت وبعدين تبقى توايس ويكلي بتعمل لها فولو اب هو يقول فولو اب از يوجوالي وذ دايلي تريتمنت مو فولو اب بتعمل معاها دايلي وبعدين نبتدي نقلل لحد توصل وانس ويكلي إيه دكتور أنا وياك هاي بالأكيوت بس هو ده يقول إن ريميشن هو آر إن ريميشن إذا هي ريميشن أيوة ما هو كان كاتب هو كان كاتب للعيانة اللي هي فيها ريلابس بيبقى لها كده هو كاتب كده في العيانة اللي فيها ريلابس إيه بس هي ريميشن الحين خلص يعني أنا إيه صح تمام ريميشن يعني ما عاد هالشي لا أيوة تمام ريميشن هو مينتيننس هاي مينتيننس تعطيها ويكلي بس لا المينتيننس هقولك هي ما عندها ريلابس هي عندها ريميشن مو صحيح ولا لا انا فاهمه يعني ما ادري لا ريميشن دي يعني ما فيهاش حاجه دلوقتي ما فيها حاجه ما تعطيها دايلي معقوله تمام لا هي على فكره برضو الجرعه هي الفكره ممكن تبقى ديلي برضو بس ما يعديش اكتر من جرعه معينه كاتبها كان كاتب رقم كده تقريبا ما يعديش اكتر من فاكر دكتور ايوه معاك دكتور يوسف او صح كان كاتب كده في جرعه معينه هلا هوني كانوا كاتبين انه اول شهر بتعطيها ديلي وبعدين الشهر اللي بعده بتعطيها توايس ويكلي وبعدين ويكلي هاي موجوده حتى بالجايدلاين بس ما معقوله راح انا معاكي لو انت قريتي برضو هو كان كاتب في الجرعه بتاعه الكلوبيتازول ان هو ممكن تمشي ديلي تمشي مرتين في الاسبوع تمشي مره في الاسبوع اهم حاجه ان هي ما تعديش ابر ليميت ما تعديش دوز معينه كل 3 شهور في الشهر تقريبا لو انت بصيت على هسه هو ايش قايل لك في السؤال is usually with a daily treatment of super potent طبعا مستحيل ما اتصور صح هاي الجمله وين وحده تخليها ديلي والريميشن ليش اخليها اعرضها لهذا السوبر بوتنت اصلا هو انت تخليها بس فتره الو اذا رجع لها تستخدمها بعدين يعني الو نعم دكتور الريميشن ما اصلا ريلابس لا ريميشن ما فيها ريميشن يعني ما فيهاش لا هي دي مش محتاجه في الابديل بصراحه لا دي فولس دي اي خطا يعني انا فولس تمام فولس انا حتى مجاوبها في السي بي دي الاصلي فولس مش عارف كتبناها احنا بقى مين اللي حللها ترو ده احنا كاتبينها فولس بس غلطنا يا دكتور ثروت يعني ماشي لا بس انا عندي بتوع فولس انا عندي في الورقه فولس طب وانت اللي بعته لي يعني بتغلطنا يعني ماشي ربنا يسامحك يا سيدي twice daily treatment is more likely than once a day treatment to produce remission of symptoms نعم لا once daily once maximum بتاعنا once daily تمام topical steroids will reverse anatomical changes in advanced disease لا طبعا لا ولا اناتوميكال تشينجز ممكن تحتاج ايه بعض الاحوال سيرجيكال سيرجيكال ده الانديكيشن للسيرجري لو في ديس فيجر topical steroids are a recognized cause of allergic contact dermatitis صح
اي حاجه ممكن تعمل، بس هي الفكره هي التريتمنت بتاعت الكونتاك ديرماتيتس بتبقى برضو الاسترويد كمان نسترويد. يعني غريبه. ماشي، they are recognized to be مكتوبه كده مش كده، مكتوبه ان هي كان بي كوز كونتاك ديرماتيتس. They are recognized to predispose a patient to secondary candida infection. Yes, true. تمام. نخش على ده. خلص كده. خلص كده. نخش على ده. ده تمام يا جماعة؟ تمام. ماشي. يلا دكتور سارة تفضل. Yes. Testing for aneuploid using the cell-free fetal DNA is considered non-invasive diagnosis false. So, testing only. Screening. يعني need to be confirmed if it's positive. هو yes. هو it's a screening test. بالضبط كده. تمام. Cell-free DNA remain in the maintenance queue for 3 to 5 days. لا هو بيقعد hours يعني. 2 hours. After hours maybe. 2 hours. عشان كده specific diagnosis. نعم. Up to 12 hours? 2 hours. 4 or 6 hours. 2 hours. The chronic filler sample has 0.22 procedure related miscarriage. Yes. نص كده مكتوب بس 0.22؟ هي مكتوبة في الكتاب كده. أنا اللي بعرفها 1%. 1%. لا 1% دي اللي أمنش الفيزي. بس هي أكثر من الأمنش الفيزي. Exactly. Exactly. هي مكتوبة بالنص في الحجز كده 22%. الكل مكتوبة كده، لكن الرقم اللي هو المعتاد 1% للكورونيك فيلا سامبلينج، 0.5 للأمنجنتيز. لكن طبعا مع السنترز اللي هو دلوقتي تقدم يعني هم بقى طبعا التكنيك بقى يتعين الناس اللي بيعملوا كتير، طبعا بيبقى أقل من كده، فبيوصل اللي هما كاتبينه في اعتقد كاتبينه فعلا 0.22%. طب ما دي برضو يعني مش عارف لو واحد نمشي عليها، لو جه سؤال في الامتحان ده ناخد ده ولا اللي مكتوب عندنا كده. صح، هتشوف هو عاوزك تعمل ايه. طب ممكن هو عاوزك تعمل ايه؟ اسال، اختبر احساسك. دكتور ثروت حسب ما يكون، يا اما اذا سؤال جديد فبتختار هاي، اما اذا كان من ريكول تختار. لا هم على فكره بيبقوا على فكره، لا على فكره هم وهم بيحطوا السؤال بيبقوا يعني في يعني طريقه ان هو لا اما يعني ما يجيبلكش النقطه اللي فيها كونتروفيرس، لا اما يعني بيحاول ان هو ايه ان هي الامور تبقى ماشيه في اتجاه معين يعني. ما تقلقش يعني. طب هم كاتبين على الامنوسينتيز يعني في الجايد في التوب ارتكل النسبه بتاعته؟ لا 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 بس كورونيك فيلا سامبل. لا كورونيك فيلا سامبل. اللي بعده نون انفيزيف بيتال تيست فور اوتوزوم انبلويد از مور اكيوريت ذان فور 6 كروموزوم انبلويد. نعم. بيشنت بريورتي فور تيستينج. ثواني يا جماعه. اتفضل. الأوتوزوم المور أكيرت than for six. ليه بقى؟ معلش، هو لو السكس كروموزوم أنبلودي بيعمل إن أكيرت ريزلت لو كان موجود يعني. إنه يعمل دكتور؟ إن أكيرت ريزلت. هي مكتوبة كده يعني؟ يعني لو إحنا عندنا هو لل مش عارف الجملة كده حد ليه رأي. لا هو من ضمن الحاجات بتعمل نوع من الانأكيرسي في التيست اللي يكون في 6 كروموزوم انبلويد ماشي. اوكي خلينا اللي بعدها. ماشي دكتور احمد، معلش انا حساس حضرتك 10 دقايق يا باشا. معلش اتفضل يا بيه اتفضل. بيشنت بريوريتي فور تيستينج از فيتال سيفتي.
البلاسينتا موسايسيزم is where the placenta and the mother have different cell lines, they fall. So more people two different line age. Different in placenta. The confined placental mosaicism. The placenta is اللي فيها two different lines. إيه مو المدار أقولها. بالنسبة لي ال conventional C1 nuclear transplantancy ultrasound scan serum beta HCG and Bragg's associated plasma protein A2. ماشي combined test ماشي. تمام وال national screening committee advocate ال NIPT for women with combined screening risk اللي هو أكثر من 1.300 هي 1.100 150 عارفه ايه الكونتينجنت نون انفيزيف برينيتال تيستينج الفري فيتال دي ان اي لا تمام يعني هو دلوقتي بيقول لك ممكن بدل ما نستخدم هو مش نون انفيزيف هو الفري فيتال دي هو يعني انت هتعمل الاول الكومباين تيست لقيت الكومباين تيست طلع لك النسبه اكتر من 1 على 150 بدل ما تخش على الانفيزيف تيست هتعمل ال نون انفيزيف برينيتال تيستينج نبتدي يعني هو بيقول ان الناشونال سكريننج دي بتقول يعني بتشترط او عملت ال عشان نخش على بعديه يعني على اي حاجه كانوا كونفيرماتوري ان يبقى الريسك ده 1 على 150 تمام يعني لسه ده لسه ما اتطبقش يعني تمام with regard to the non-invasive testing the proportion of the total fetal DNA in the maternal secretion should be at least serina at least 5% او 4% تمام من ماتيرنال سيركيوليشن ماشي اللي بعده سيل تريجر ان هو مايت اب تو 25 دي ان اي فراجمنت اب تو 10% او مثلا 10% من ماتيرنال سيركيوليشن تمام والسيل فريد افويد ذا بروبلم اوف موسايسيز لا مش افويد لا بالموسايسيز دي اللي بتجيلك عندي المشكلة مشكلته والديستيشنال ايج من 10 ويكس مش من 6 ويكس ريلايبل دياجنوزيس هو ات ابيرز فروم 6 ويكس بات يعني ريلايبل ريزلت من 10 ويكس رغم ان هو مكتوب في الجايد لاين بتاع الهيموفيليا لو تفتكر 9 ويكس تمام Case control study has highest risk of bias than cohort two. ماشي. Finishing twin does not affect result, but affect result. لأن هو بيفضل الـ DNA بتاعه يطلع. كمية تبقى normal لكن في عندنا negative result. ولذلك طبعا لازم يتعمل سكان قبل ما نعمل الايه النون انفيزيف برينيتال تيست تمام وبرده كان ده يعني ديتكت ماتيرنال كانسر ترو زي ايه نعم هو يعني ماتيرنال كانسر زي ايه breast cancer ولا فور ده هيبقى مش فري فيتال دي ان ايه ده هيبقى فري ماتيرنال دي ان ايه مش كده يعني دي من ضمن الحاجات اللي بتدي ان اكيوت ريزلتس مع هو it has been shown to be capable of detecting maternal cancer بس احسها غلط هاي الجمله لا ما هي غلط هو capable of detecting maternal cancer ايه capable ولا false positive capable to detect maternal cancers ده مش non invasive prenatal testing ده free maternal DNA مش كده maternal DNA
هذا السي دي ان فري ميثاد. هو نفسه رحمه هو نفسه النون انفيزبل انتاك تيست ده. هو هو مش نفسه، هو الفكره ان انت عندك الفري فيتال دي ان ايه بتاع البيبي ده ممكن يتلخبط مع الفري فيتال دي ان ايه بتاع الام، وممكن يبقى جاي الفري فيتال بتاع الام ده من كانسر سيلز، فحتى الكانسر سيلز دي ساعات بتبقى انبلويد كانسر سيلز. تمام. مش عارف يعني، يعني هي انت ايه يعني شايفها صح؟ انا شايفها صح. ان هو ممكن احنا واحنا بنعمل البرينيدا تيست دوت ممكن نديتكت ماتيرنا الكانسر. يعني هل ده هو هي دي حاجه بالصدفه كده، لكن هل هي هل هي قصه بالصدفه؟ لا بالصدفه، احنا مش بنعمله عشان ديتكت ماتيرنا الكانسر، لكن احنا ممكن احنا بنعمله بالصدفه نلاقي فيه ماتيرنا الكانسر. التست نفسه كان ديفكت ماتيرنا الكانسر. هو كاتب كده في التوب في التوب هو قايل فولس بوزيتيف، يعطيك فولس بوزيتيف واحده من الكوزز بتاعت الفولس بوزيتيف بالظبط. لكن لكن انا رايي ان هو مش يعني مش ميزه قوي ان هو هيديتكت الماتيرنال كانسر. لا دي مش ميزه، هي مش ميزه يا دكتور احمد، يعني هو بيقول لك ان يعني دي مش ميزه زي ما بتقول الدكتور، ده ممكن من ضمن اللي هي النيجاتيف ريزلت. هو انا بقول لك ان ممكن تبقى خلايا الام اللي هي الكانسر سيلز دي بتبقى انبلويد سيلز، فممكن تعمل لي بيكتشر زي الايه زي ال الايه هتاثر على الريزلت بتاع التست. ايوه ماشي. طيب اللي بعده مش مشكله. Woman was and بس هي مكتوبه انا نفسها يعني woman was inconclusive test result less likely to have abnormal abnormal fetus. لا more likely to have abnormal fetus. inconclusive شو معناها؟ يعني ما واضحه، مو واضحه الصور. يعني ما واضحه لا positive ولا negative. inconclusive. لا اشرح لنا الجملة دي يا دكتور صرف. يعني انكونكلوسيف يعني احنا التست مش عارفين نجزم بيه يعني. فبيبقى مور لايكلي. ما معطي جواب صح. ليش مور لايكلي يعني؟ والله دي برضه كده مكتوبة نفس الكلام. يا الله يا كريم. ماشي. اللي بعده مور اكيرو زان اكزيستنج كومبايند في 21 هو مور اكيرو. ماشي. بص كنت ان اي بي تي فور انبلويد داز نوت نيد كونفيرماتوري انفيزيف. لا اي دلوقتي فولس ده سكرين عاوز كونفيرماتوري. البوز بيكوز تيست ذا نمبر اوف بوز في تيست اكشوالي ترو بوز. نعم ترو. اليو اس اي انكريز الريت اوف انفيزيف. لا بمجرد قلل تماما الامنيوسنتيز وقلل كروفيلا سام اليو اس اي. تمام ماشي. دكتور عماد اتفضل. اعتقد عماد طلع يا دكتور احمد. طيب تمام. Membrane is proving increase the local prostaglandin concentration true. It is recommended by the NICE as an adjunct to two other formal methods of induction of labor true. قبل ما اعمل and it is meant to تمام. It is known to increase the risk of neonatal but not maternal infection. هو مش مقارنة هو مثلاً neonatal infection. This unsafe include beta hemorrhagic streptococcal infection carriers. لا فولس. It is performed for 5 women at term. It will prevent formal induction in 1 woman. أنا مش عارفة إذا هو كتبها أو دكتور سارو كتبها. 1 in 8. تمام يعني بنعمل 8 women نعمل لها سويبنج عشان واحدة بس. عشان واحدة تدخل في الليبر. تمام. It should be offered to all women before formal induction. True. حد هيكمل؟ هي should. رأيكم should دي صح يعني؟ إيه بي؟ راح بكم ده؟ Should be offered before induction. راح بكم ده يا شوفي؟ آخر واحدة في المجموعة ستة. خمسة should be before.
should be performed for 5 women at term. معلومة دوال ايه؟ لا اللي بعدها دكتور سرمت اللي بعدها should be performed to all women before formal induction. هل لازم شوف يفضل ولا هي ريكومندد قبل بس نعم شوت دي مش مستريح لها يعني ليه شوت دي مش كده فانا رايي يعني ان هي نوت ترو نايس ريكومندنج بات نوت شوت يعني نوت شوت يعني واحده خلاص هتعملها اندكشن يعني لازم تعملها اندكشن دلوقتي هعملها الاول سويبنج واستنى عليها وبعدين اعمل اندكشن لا طب فولس ماشي فدي فولس يا جماعه ماشي دكتوره وسن اتفضلي there is a high quality evidence to support prophylactic antibiotic use in view of increased risk of infection لا والبالون هاي رايبولينج يعني الكاثيتر قصدي البالون كاثيتر فورس the induction to delivery interval is shorter with double compared with a single balloon nice guidance recommended that this should not be routine use for induction صح تمام nice not recommended هاي double balloon catheter is licensed in UK. Marvel. Licensed. Yes, true. Licensed to use. Oh, nice. Not recommended. يعني for induction خذ Nice. لغاية دلوقتي ما قالتش هي recommended method. لكن هي licensed as a medication يعني approved إن هي ممكن تستخدم يعني. Single balloon catheter for use is not licensed for use in US. هي لايسند في USA not licensed في UK يعني دبل لايسند بس سنجل نوت لايسند اوكي يس This have a superior safety profile when compared with oral misoprostol 50 mg which is not sure I'm not sure about this one One study say there is more safe controversy في الكلام ده بصراحه يعني حتى احنا كنا لا هي مور سيف عشان بعد البريفيوس سيزيريان سكشن بتعمل لها اندكشن بال ان انت تحط لها الفوليس كاست تحط لها اللي انت تعمل لها كاستيرايزيشن لا هي مور سيف عن الميزوبريستول ماشي يعني دي نقطه يا دكتور احمد safety profile when compared yes true هو حتى هو قايل لك انا نازل استوديو ماشي دكتور يوسف طلع ماشي كملي في ريجارد تو ماشي ارسيولوجي كان ستيت ذات ها سوري دكتور انا شو سوري لا 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 حبيت RCOG guideline state that the vaginal prostaglandin is not contraindication in women previous cesarean section. اي صح احنا نعطيهم. WHO recommended against the use of means. RCOG بيقول لك the first line اللي هو prostaglandin A2 حسب RCOG current guidelines. WHO RCOG current guidelines بتقول ان first line اللي هو prostaglandin A2. تمام. اي prostaglandin. وبعدين ال WHO recommended against the use of misoprostol وين هذه؟ هي حطها في ال في ال في ال guidance في ال induction of flavor ال WHO. بس بال أديت ال البروستاجلاندين اللي بنعطيها بال previous cesarean. نعطيهم نفسهم. 3 ملغرام معقول؟ نحن نعطيهم نفسهم. النوبات المالتيبل الشركة دكتور أحمد أنت إيش رأيك؟ في الشركة جتي قالت إنه حتى إذا تقسموها يعني للتابلت ما راح يصير لو بريفيس لو بريفيس وان بتمشيها عادي يعني زي الحالة عادية عادي لكن لو بريفيس تو لا بريفيس تو بريفيس وان كان بي ذا سيم وبعدين the society of obstetric and gynecological of canada suggests that police catheter induction are safe in women previous cesarean section اي صح هذا
وميزة require refrigerator. لا ما ما لا ما يحتاج refrigerator. ومود شنو modified by shop score of 5 represent unfavorable cervix. yes هو 8 اللي favorable. الميزودال ده موجود مش كده؟ الميزودال يعتبر سايتوتيك. سايتوتيك سايتوتيك ايه. في الميزودال ده بيستخدموه دلوقتي الاندكشن اوف ليبر، بس انا طبعا اي ام نوت، هو 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 نازل اساسا للاندكشن اوف ليبر. الميزودال الميزودال هو مثل البروبيس، يعني انت بتشيليه عرفتي له خيط، يعني عرفتي كيف على نفس مبدا البروبيس زي البروبيس بس هو هو ميزوبروستول يعني زي السايتوتيك، بس له ميزته انه فيك تشيل الخيط يعني 200 مايكروغرام. بس هو لايسنس يعني دكتور فور اندكشن؟ احنا ما هو هو but it is not recommended till now by NICE or Royal College أو أي حاجة من الحاجات دي خالص. هو license هو للIOFD للIOFD يعني IOFD بس but not licensed. بس هو نازل أعتقد نازل هنا في دبي علشان ال induction of labor مش كده؟ على شركة بتسوقه لل induction of labor على living بيه تمام، لكن هو ما أعتقدش إن هو يعني ما فيش حاجة يعني نايس حتى الآن ما 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 doesn't approve any medication other than البروستاجلاندين. البروستاجلاندين. إحنا علشان بس لو حد إيه سمع من الشركة أو بتاع، فأنا بقول لكم إيه اللي إيه اللي ما زلنا فيه. اتفقنا؟ ماشي دكتور سارو، دكتورة بسمة اتفضلي. شنو هذا الجلابان؟ ها هاي ذا شو اسمه؟ مثل بس ما راحت. طيب جلابان؟ لا ايوه ايوه تفضلي السؤال 18. يلا جلابان انا هاي اول مره بسمع فيه. هذا مطلوب بعدين ابزورب الواتر بعدين مثل شو؟ اللمناريا. اوكي. is preferably inserted via ultrasonic guidance. ليه يعني؟ لا 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 is associated with a shorter induction to delivery interval compared to laminaria. I don't know. مكتوبة تروي. ماشي. is known to increase the risk of hyperstimulation compared to prostaglandin faults. طبعا ماشي. Update on hysteroscopic sterilization. Regarding the history of female sterilization, nearly 50,000 women undergo this procedure in UK each year. The efficacy of hysteroscopic sterilization using كله يعني ده كله مش الهستروسكوبيك بس الفيميل ستيريلايزيشن 50,000 in general. Female sterilization. The efficacy of hysteroscopic sterilization using electrocautery is كم بقى دكتور ثروت اللي مكتوب؟ هي ان في المكتوب ان 35% في دي اللي مكتوبه في السؤال، بقى هي غلط. هي 80% هي 80% بس تخيل 80% ده قليل قوي سكسس ريت يعني من بالكم، فعشان كده مش ريكومندد. تمام ازاي ليجيشن يوزينج كيوبال ليجيشن يوزينج اندياج ليزر هاز هاير هاي بتنسي ريت اوف 75% ترو هاي بتنسي ريت يعني تفضل التيوب مفتوحه في 75% ولا العكس ولا هي بتبقى فيلير ريت بتاعها 25% يعني الفيلير ريت هو اللي 75% اللي هو الفيلر ريت 25% دي معناها الفيلر ريت 25% دكتور ثروت بس دكتور ثروت معلش يعني يا عم بس انت عشان انا عاوزني اقول لك احنا اوافقك على كل حاجه وخلاص وبتاع وتلخبط الناس والناس اللي داخله امتحانات وبتاع يا باشا احنا بنسكس ليه بس بعد يخاف على اخوانه وكده طب
دكتور الاستروسكوبك ستيرلايزيشن هو نفس هذا الاشور لا انت تقصد تمام يس في كذا نوع يعني كذا حاجه هو ممكن يعني انا مثلا عملت حالات هيستروسكوبك ستيرلايزيشن لا انا ما عملتش بالاشور عملت الكتريكال ما عندناش اشور وعينه محتاجين نقفل لها تيوبس عملته الكتريكال ان انا بعمل بالمونوبولر نيدل اللي هو اللي بيقول عليه طبعا فيلير ريت كبير بس اتس كونسيدرد از هيستروسكوبك ستيرلايزيشن لكن المفروض ان المفروض اللي هو ان محدش يعمل غير بالشور دلوقتي لو هيعمل هيستروسكوبك بالمونوبولر كنت مستخدم الجلايسين كميديا مونوبولر نيدل يس اكيد طبعا اي قصدي الجلايسين يعني انت استخدمت الجلايسين وقتها يس كميديا يس اللي بعده regarding chemical cauterization quinacrine has been shown to cause cranio carcinogenicity in yes. humans انت متاكد منها دي اثرت متأكد منها عشان كده ده خلاص يعني شالوه من الماركت يعني هذا بالفحصار كان قريت اتذكر صح هي method of quinacrine chemical sterilization has a failure rate of 1-2% when used هي اللي method شنو هاي اللي method ما هو الكينكرين ده عشان تحطيه بتدخليه جوه زي قسطرة حالب كده قسطرة او طوبة الكاستر كده وتحقني فيها جزء يطلعه لك يعني قصة كده بس هو اتشام الماركت هناك خالص عندنا حد بيعمله في الواقع حد كويس قوي ماشي اوكي اللي بعده دكتور ثروت اتفضل regarding the other methods الدينا دي ديفايس از ريد معدي كلمه راديو بي كان راديو بي ريموفد من الماركت نعم بيكوز هاي فيلير ريت صح ثانيه بس هي نوت راديو بيك هي نت راديو بيك وريموفد من الماركت بسبب الهاي فيلير ريت ماشي تشرح لنا الطريقه دكتور ثروت على الاديانه هاي لا هو انا شفت حاجات هو زي ما قلت لكم كده ما فيش غير الاشور خلاص كل الباقي ده خلاص ما تعرفش عنه حاجه مش هيجي لك في الباقي هو اسمه نوفا شور اشور لا لا اشور. اسمه اشور نوفا شور هذا نوفا شور ده للكوي ده لل مش كده للاندوميتريال نوفا شور نوفا شور مال هاي الابليشن للاندوميتريال ابليشن ده اسمه اشور ماشي اللي بعده الديفايس اللي هو البريزا بقى الاشور هو نيكل الون لا مش نيكل الون لا في حاجات تانية غير النيكل الكفرين كده ليه تاني دي كفر ايه بلاست الافيكاسي بيوصل فعلا لاب تو يعني 99% فعلا طبعا اتس يوزر ديبندنت يعني لكن هو في بعض الحاجات بقى زي ما انتم شايفين عالي جدا يعني وبعدين unintended pregnancy rate with this device shown to be higher than with laparoscope والله انا كنت يعني قريت ان هو similar يا دكتور احمد يعني هي 1.2% at least now it is not higher يعني هو اقل الصراحه بس هو يعني هو كنا يعني من فتره كده لما يعني كنا بنقول ايه ما عنديش ناش الداتا بتاعت 5 years وبتاع لا هي دلوقتي الداتا نوت يعني مكتوب امور ليس سيميلر في التوب مكتوب سيميلر الاثنين ماشي اللي بعده زوس ويز ديفايس ار ايبل تو اندرجام ام ار اي يس مش مشكله يس نيرلي وان سيرز اوف ذا فيلير ميس انتربريتيشن يس حوالي 35% بيبقى دي مس انتربريتيشن اوف ذا ريزلت ريجاردنج كومبليكيشنز
2011 فين فين؟ A recent study, New York State shows those who had undergo this procedure were at increased risk of needing further surgical intervention in comparison to those who underwent laparoscopic sterilization. يعني النسبة تقريبا بيقول لك 2.4 من 10 versus 0.2%. تمام. معاك يا حاج؟ ماشي. الو؟ ايوه معاك يا حاج. طيب. Up to about 10% of women suffer from tubal perforation. La tubal perforation about 1 to 2%. 1 to 2. The batch test مش mandatory. إحنا قلنا هو useful لكن مش mandatory. مش mandatory. لو واحد عندها بقى history of medical allergy ممكن نستفيد من batch test لكن هو مش mandatory. ما هو بيقول considering the device in those with medical allergy. هي عندها medical allergy. بس يقول مانداتوري يعني حته مانداتوري. أيوة بس لو هي عندها نيكل الرجي هتحطه لها من غير باتش تيست؟ لا اكيد لازم تعمل باتش تيست. هو اللي مكتوب كان بي بيرفورمد مع الناس اللي عندهم نيكل الرجي كان بي بيرفورمد. هي عندها نيكل الرجي اهو. اما انا عارف بس يبقى مانداتوري يعني. هلا هي اذا معروف انه عندها نيكل الرجي ليش لا يا اساسا او نعمل باتش تيست يعني بالاساس ما نحط لها هو اعتقد انه يتحط بالالرجي هو مكتوب كان بي بيرفورمد لو في هيستوري اوف نيكل الرجي كان بي بيرفورمد اصلا هو كونترا انديكيشن لا هو مش كونترا انديكيشن لو هي نيكل الرجي لو أدها نيكل دكتور واحدة من الكونترا انديكيشن مالت الإشور والله وأنا رأيي أنا رأيي إن هي إن مدام في إن هي to be done batch test to be done لو هي فيها نيكل ألف ماشي يعني تروح هسه ولا فولس الله ارجعوا شوفوا كاتبين ايه بالظبط انا ما اقدرش ما انا بقول حاجه اللي مكتوب كده يا دكتور احمد ان كان بي بيرفورمد لو في هيستوري اوف نيكل الرجي طب هو حاطط طيب ماشي اللي بعده اللي بعده حوالي 20% من الومن توصل ل 18% فعلا صح هي من 14 ل 18% يعني واحده ما عندهاش اي حاجه يجي لها نيكل الرجي بعد ما ركبنا البروسيجر ايه طيب يبقى هو الموضوع هنا يبقى دي فعلا فولس يبقى هو مش مانداتوري قوي لان هو لو حتى ديفلوب ذا الرجي بنتعامل معاه يعني بس البنجكتومي از ذا موست كومن اتفضل ايش اتفضل ترو البنجكتومي موست كومن بروسيجر بالظبط لو انت عاوز تشيله لازم تشيل الايه اللابوراتوري ما ينفعش تشيله من تحت دي نقطة مهمة أوي. Endometrial ablation can be done safely while the device is in situ. شو؟ روعة. تمام. هو حسب الـ endometrial ablation شو نوعه؟ اتفقنا عليها انها تتعامل عادي بعدها واحنا كنا مختلفين على انهم يتعاملوا في نفس السيتنجز ولا لا هو الافضل ما يتعملوش في نفس السيتنج بس اي نوع ممكن يتعامل معاه مش كده طيب ماشي بالنسبه للنيو جينيريشنز اللي هو نوع اللي هو الالتاسيل تكنولوجي require 3 months confirmation لما بيعص ده بقى confirmation 3 months ده لسه ده ما نزلش السوق ده لسه شنو سيب جنريشن لو اوف بلوك ده في كولد ستورج يعني بي 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 كفر الديفكت بتاع الكولد ستورج ده هو صح بتاع سيب يا انواع جديده من الديفايسز مع يعني عليها كلمتين كده في اخر التوك بس ما يعني ما اعتقدش انه يجي فيها حاجه لان هي نوت يوز تيل ناو يعني حاجات لسه فيوتشر يعني. ايه في نوع بيشتغل بالريموت كنترول ده ايه بقى ده والله مكتوب ان على مدار 16 سنه بيستعمل مثلا ممكن الست تستعمله من اول ما يكون عمرها مثلا 20 سنه ولا حاجه لو حبت اكتيفيت
عشان كونتراسيبشن تشغله، ولو حابب ان هو صح ده ايه ده روموس كنترول باي ذا بيج اسمه ايه ايوه اسمه ايه الجهاز ده ولا مش عارف هم حاطين حتى صوته في التوب صوته صغيره ولا يعني الست ممكن يبقى يعني هو ريفرسبل يعني مش بيرمننت ولا ايه ريفرسبل هو موجود في مكانه هي ممكن اكتيفيت ات وممكن كلوز ات تو دي دي تو دي اكتيفيت يا عم ايه الحاجات الغريبه دي ماشي حاجات جدا الواحد برضه لما بيقعد مع الشباب زي دكتور يوسف كده بيستفيد الحاجات اللي هي الاختراعات الجديده والحاجات دي يا باشا انت على دماغنا وراسنا البركه بحضرتك والله احنا من غيرك ولا حاجه يا باشا العفو يا باشا مش العفو والله العظيم ربنا يكرمك الله يخليك اتفضل يا دكتوره نشوى اتفضل حاضر يا دكتور احمد child sexual exploration with regard to child sexual exploration هو ده رقم واحد تمام exploration يعني ايه بقى يا دكتور احمد exploration استغلال الاطفال استغلال الجنس الاطفال تمام abuse يعني زي abuse بالظبط تمام it should be considered as a possible diagnosis in house streak who are aged up to 16 years old in the UK. اشرح لنا بقى دكتور ثروت. يعني موضوع السيكشوال اكسبيرينس ده بيعتبروه من يعني بيعتبروه كبوسبل دايجنوز في الاطفال اللي هو اقل من 16 سنه اب تو 16 سنه يعني. ايوه بوسبل دايجنوز ان هاوس هاوس ريسك هاوس انزوز لا انزوز ات ريسك Those at up to 16. Those at risk. Yes. Okay. ماشي. نكمل. تمام. السؤال اللي بعده. It is a diagnosis in 16 years old, receiving affection in exchange for sex. هو suspect يعني suspect مش diagnosis يعني تمام. يعني اتوقع بس ان ده ريسك فاكتور اتوقع ان يعني ممكن يعني ايه receiving affection in exchange for sex يعني هدايا وكده يعني وكده يعني يميل بيلبس سلسله بندق لبانه it is diagnosis ولا يعني هسه خطا suspicion هو مش diagnosis يعني انا ممكن اتوقع من الهيستوري دوت اعرف ان الولد ده ماسك موبايل جديد ما حدش جابه له مثلا حد ضحك عليه قدام موبايل مثلا او اداه هدايا او يعني اي حاجات زي كده فدي بتبقى من الهيستوري انا سسبكت ان الولد ده ممكن يتعرض لابيوز اوكي مصاحب شله بقول مصاحب شله مش من المجتمع بتاعه يعني مش في سنه او كده او بيصاحب ناس كتير جدا كده تمام خد بقى اللي بعدها دي يا دكتور ثروت It is a diagnosis in 21 years old being trafficked for sex لا ما احنا قلنا هو diagnosis في أقل من 16 سنة يعني 21 طب يعني ايه trafficked اللي يعني تتبع يعني او ال هي تالي تراك دي بس مكتوبة غلط تراك انا اظن والله اعلم ان هي تراك بس مكتوبة غلط لا ترافيك دي لا ترافيك دي صح فور سكس يعني هو اب تو 21 سنه اول دي بينج ترافيك دي يعني عرضه لهذا الموضوع لا هو اقل من 16 سنه اقل من 16 ولا 18 لا 16 اصل هو الايدج بتاع التشايلد 18 هم هنا كاتبينه كده 16 سنه ترافيك في التوب ده يعني هو 18 هو الايدج بتاع التشايلد ماشي هي كده يا دكتور احمد متعارضه مع الكلام اللي احنا كنا حكيت كنت بتقوله لو هي اقل من 18 سنه وعلى ريليشن مع حد اكبر او كده لا هو 16 16 غالبا 16 بتبقى القدره على الكونسنت خلاص يعني لكن الايدج بتاع التشايلد مازال لغايه 18 لكن هو من 16 هي اساسا
يعني بنعتبرها ان هي ماتيور وكان تيك ديسيجن وكل حاجه، لكن دكتور ترافيكت معناها اشتغل بتجارة غير مشروعة. طلعتها من الديكشنري. لا هو خلاص 21 سنة وبيشتغل، ده مش ابيوز، ده هو اللي بيعمل ابيوز للعيال الصغيرة يعني، ده هو اللي بيتاجر فيه. تمام. هو ممكن يكون بدأ بتشايلد ابيوز ولكن انتهى بان هو بقى ذئب. بقى هو مجرم يعني. ماشي. بصراحه التوكس ده دمه تقيل قوي يا دكتور احمد، ده بالذات يعني دمه تقيل. يا باشا احنا انتوا خليتوه دمه خفيف يا باشا، مفيش مشكله. يلا كمل يا دكتور. تمام. It is recorded as affecting mainly female victims. لا هو ميل وفي بيت عادي. يعني بس يعني بنفس النسبه يعني؟ نفسه. نفس الشيء. يعني العيال بيتعرضوا برضو للسكشوال بالظبط. شايلد ابيوز زي البنات بالظبط. ماشي. It is usually perpetrated by men. انا فهمت ان هو هيحصل عن طريق المن دي ترو. بس ممكن يبقى مع بوي او جيل. المهم هو الذئب البشري ده راجل، المجرم راجل، الجرمان بيبقى اكتر ميل. تمام يا باشا. تمام، الواحد بيستفيد حاجات جامدة. ماشي. دكتورة وسن ظني. Yeah, with regard to the clinical presentation, recurrent diagnosis of pelvic child sexual abuse, recurrent diagnosis of pelvic inflammatory disease in a 17 years old should be raised the concern. واحد صراحه، بس احنا مش موجوده نص يعني، هي ممكن لو فكرنا فيها حلها ممكن تكون ما صح. ما هو لو انت لو هو الدياجنوز بتاع الاكسبلويشن ده مكتوب لغايه 16 يبقى 17 دي مش هتبقى مع فهو الديفينيشن بتاعه ايه بالظبط اللي مكتوب 16 اب تو 16 لو اب تو 16 ييرز خلاص يبقى هي على عشان كده ماشي. بس هو برضه وجود الكرونيك الدي اي دي ممكن يدي ان كان في هيستوري اوف ابيوز مثلا، مش شرط يعني ليش ابيوز. واحنا هو كده السن زاد عن الكلام اللي ما هو 16 سنه هنا 17 سنه، فدي اللي هي لغت السؤال. هي دي انا قصدي هو واضح ان هو اللي هو الاكسبلويشن ده ديفينيشن كده معين وحاجه معينه ليها كاتيجوري معين في عندهم يعني. تمام. termination of a pregnancy و less than 13 بقى، لكن مش كده. بس هي هنا بيقول لك ان 13 year يعني ما لحقتش يعني 13. ماشي. ان هي عندها 13 سنه وبتيجي تطلب termination، فدي يعني ده diagnosis للسيكشوال اكسبلويتيشن. طب ما يمكن برضو بوي فريند عنده برضو 12 13 سنه. ما احنا قلنا حتى لو كده بتروح ما دام اسمه ابيوز برضه ان هي ده برضه ابيوز. هي 13 يا خلاص، هي ما قالكش 12، هو بيقول لك 13. وبيقول لك always indicative. لا يعني رأيي دي نقطة true statement يعني. هو على أساس إن هو بيعتمد إن أقل من 16 يعني هنا برضه يعني هو أقل مش كده، بس كمان اللي هو ما هو لازم يبقى في حد هو يعني لو هما طفلين مع بعض وبتاع وكده وحصل حمل يعني يعني خلاص اطفال مع بعض، ما هش هنقول عليها ان هو ايه، ان هو child sexual exploitation. ماشي. circumstances leading to increase the risk of or vulnerability to child exploitation according to the supporting science document in a 16 years old involvement of social services with a social service through consensual sex with a partner of the same age. لا هذه لا. Death of sister 6 months ago.
ملهاش علاقه غلط. زين وسيفير ديس ممكن تكون جالها صدمه نفسيه ولا حاجه اختها. يعني هي ما عصبهاش حاجه واختها اللي بص حضرتك لما اختها ماتت يعني هو مش كاتب كده حاجه زي كده ولا حاجه؟ لا لا خلاص ماشي. سيفير ديسلكسيا اند ميوتيزم تخلف عقلي. الديسلكسيا دي اللي هي abnormal speech مش كده؟ ميوتيزم ده ميوتيزم كده بس هو هي المهم ان يكون عندها learning disabilities طلعت at risk يعني بالظبط risk factor و gains member يعني فاضي بعد كده يبقى خط يعني هو ممكن يبقى اللي اتعرض ده ممكن هو يبقى هو بتاع اصابه اساسا نفسه بعد كده تمام يعني هي كلها شو نصير increase risk اوكي تمام هي ديت اوف سيستر 6 مانس اجو اكيد فولس هو مش كاتب ان ممكن تكون تعرضت مثلا لسايكولوجيكال تروما او كده تؤدي الى الفرنلابيلتي او كده لا هي ما تأديش لان هو مش هي اللي يعني هي اللي بتنحرف لوحدها لا مش هي تعرضت لحاجه هو هي حتى لو هي تاثرت نفسيا يعني مش هي دي اللي هتخليها ان هي ممكن ديث اوف ذا مادر مثلا يمكن ممكن يعني حد كيرنج ليها ممكن مش عارف caring. مكتوب حاجه زي كده في التوج مكتوب مثلا ديث اوف ذا مادر او الجارديان او لا. اللي لا. مش مكتوب بس هي فيكتيم احمد مش هي فيكتيم هي فيكتيم هو الفيكتيم ده ممكن نتيجه الاهمال يعني Exactly. ماشي ما فيش مشكلة لكن مش سيستر يعني هي ممكن تكون ده قصدنا يعني اوكي نكمل لو مظهر ممكن يعني ممكن طبعا يعني. دي وجهة نظر يعني اوكي اللي بعده اكمل يعني sign of behavior should be alert the clinician to possibility of sexual abuse multiple mobile phone or expensive property هاي قلناها صح دي كنت قلت اسمها ايه ليها اسم كده قلت لي اسمها ايه شنية الحتة affection young people who are unable to tell their partner about their sexual orientation تمام هاي شنو هاي possibility يعني كل واحد ينجي inform their partner لازم parents هو unable ممكن ناس يعني ما يقدرش يقول يعني عشان انفتح هذا with regard to the presentation based management victim in clinic preparation of child sexual abuse do not accompany a victim to clinic هو ايه السؤال المتخلف ده يعني هو هي انا يروح معاهم يعني الجينة يروح معاهم للعيادة طبعا seen with only appropriate chaperone present okay essentiality everything that it is discussed in consulting conference هاي لازم clinician must be share information with colleague and outside agencies if young person are خطأ هذه؟ طبعاً confidentiality respected. مطلوبة طبعاً. share information okay خطأ طبعاً إيه. زين best practice شنو هاي نادي؟ child sexuality always safeguarding issue. صح. الhost and trust يعني إحنا لازم بالhost and trust policy. في safeguarding person مسؤول عن ال. يعني لازم نمشي حسب البروتوكول بتاع التراست بوليسي بتاع المستشفى سيف جاردنج ايش ويس ايه 19 دي اللي انت مخبيها عننا يا دكتور سروت عشان تجيبها في الامتحان اللي بيقول لك ان الهوسبيتال تراست بوليسي شود اولويز بي فولد تمام دي اللي في جمله رقم 19 دي اللي مش مكتوبه تمام تجيبها لنا في الامتحان ولا حاجه طيب دكتور يوسف تفضل ابي domestic violence neglect
epidemic in obstetric and gynecology training. About 30% epidemiology, about 30% of women in England and Wales between the age of 16 and 59 have experienced at least one from the domestic violence during their lifetime. One in four, هو على وجه العموم يعني 1 in 4 بس في السن اللي هو من 16 ل 59 ده 30% وفي الـ وفي البريجنس 8 يمكن اكتر من كده شويه يعني بيوصل 33 34 يعني نفس الشيء اوكي تمام victims of commonly get effective support from the first or second professional they see دي فولس effective support from the first or second professional هو بيتاخر يعني بيقعد يلف على ما حد يشخصه فما بيبقاش من الفيرست يعني هو اتليست بيعدي على خمسه يعني على 5 مش 2 5 تمام ابروكسيميتلي بيحاولوا يجيبوا حالات دوميستيك فايلنس في الامتحان امتحان الاسره عشان الواحد يكتشفها مره يعني ان انت لازم يبقى في دماغك والعائله تنكر وتسالها وتنكر وبتاع ولهذا بنسأل المفروض نسأل كل الومنز مفيش حاجة اسمها هاي ريسك ولا لو ريسك ولا مش عارف ده ده ريكومنديشن اه يس ده بيقول حتى ايف لو البيشنت دي فيزيشن تمام ما هو الفيزيشن دول اكتر ناس بتعمل لهم دوميستيك بالانس بالظبط اشتكي عليا والله احنا اللي مظلومين يا ده قاعده واسالها اقول لها عدي ايوه سواء ميل او فيميل الاثنين بيتعمل لهم مدام فيزيشن بيتعمل لهم دوميستيك فايلنس ايوه برافو عليك هي توديني سبيشال هم متجوزين فيزيشن ايكوالي افريكي لا بس لو هم متجوزين فيزيشنز بس غير كده لا يلا يا عم كمل Approximately 27 million men between the age of 50 and 59 are estimated to have experienced at least one episode in their lifetime. دي عدد كبير كده يا دكتور ساروت ها؟ أيوه. 7% مش ده قليل؟ أو بير يير تمام الثاني كان بير لايف. دلوقتي طبعا هنا الومن اكسبوزد تو دوميستيك فايلنس ذان المن مش زي التشايلد ابيوز دبل يعني مثلا 25 وده مثلا 14 او 17 يعني برضه المن بيبقوا اكسبوزد للدوميستيك فايلنس بس هاف نمبر اوف فيميلز ماشي ابروكسيميتلي 7% اوف وومن اكسبيرينس دوميستيك فايلنس في الير دي صح يا طلع احمد يا السؤال رقم 3 ده صح مش غلط لا سوري السؤال 3 ده صح اللي هو حوالي من المين 2.7 من 10 مليون من الومن 4.9 من 10 مليون يعني الضعف تقريبا فدي صح دي مكتوبه غلط يا باشا بس يعني ما اعتقدش ان هي وصلت ان هو هيجيب ارقام الناس اللي بتاع يعني صعبه قوي يعني. يعني هو بيجيب برسنتج بس مش ارقام بقى يعني طبعا ماشي السؤال 5 ده اللي ممكن يجي في الامتحان تاني ده كله it is incidence is at least 80 times higher than gestational diabetes ودي ترو لكن 12% وجستيشن 0.5% كده بالظبط خلينا هذا السؤال more than 100 chance تمام Approximately one third of cases start or slip during this time through في الحملة بيزيد. There is an increase risk of fetal malformation ما فيش علاقة. False. الفيتال mortality is approximately 30% affected pregnancy. تهل برضو false. ومعلش gestational diabetes نسبته كم؟ بيزيد بيقول من 80 ل 240 تايمز هي مكتوبه بتنص 80 ل 240 مره في اليوم اه الدوميستيك فايلنس بيزيد عن الجستيشنال دايابيتس 80 ل 240 مره بس هو الجستيشنال دايابيتس بيبقى نسبته 5%
5%، فبس ما ادري ليش كاتبي 0.5. مش عارف النسبه دي غريبه جدا في التوب بصراحه. لا الكلام ده غلط. الجستيشنال دايابيتس نسبته 5%. ايه بالنايس كاتبين 5%. النايس مكتوب كده فعلا 5%. 5% الدوميستيك فايلنس 20 او 25%. فانا انا بستغرب ان النسبه دي كاتبين ازاي في التوب بصراحه. ده كاتبين من 80 ل 240 مره بيزيد عن السير ده. لا طبعا ده كلام فاضي يعني. ده ما هو مش كل يعني مش كل حاجه هم كاتبين. هم الجستيشنال دايابيتس 0.5 والدوميستيك فايلز اب تو 14%. لا يا جماعه مش عاوزين نبوظ الثوابت اللي احنا خدناها وكده. الكلام فاضي. عندهم غلط بالارقام وبالاصفار. احس دائما عندهم هيك شيء يمكن 8 ل 4. وساعات بيكتبوا في الاراطه في بعد كده. لان اللي بيكتب التوك دي نواب وحاجات وبتاع وكده يعني. مش هي مش كلها حلوه ومش كلها بناخد منها معلومات يعني. تمام. فعشان كده بقول لكم يعني دايما ايه مش الحاجه ومش هو ده اللي لو جات لي في الامتحان همشي ورا ايه ولا لا. امشي ورا الصح واعمل الصح. تمام. فانا ماشي كمل يا جماعه. ماشي يعني انت رايح حضرتك دي غلط. ها غلط طبعا. ماشي ماشي. سبعه ديس وفي تال مالفورميشن قلنا ما فيش علاقه ما بتزيدش زي زي 8. دكتور صح ولا لا؟ الايه؟ الايه؟ تزداد اذا عندنا هي مورتاليتي بري ترم ليبر اكسيدنتال هيموريدج كل ده يزداد. استيل استيل نيونيتال ديس كل ده يزداد. يزيد اب تو 16 في الالف مكتوب في التوك. بيرسنت 1.6 يعني 1.6 لا 1.6 بيرسنت دكتوره وصل اصلا 1.6% ماشي. اللي بعده يا جماعه مين؟ أوكي. دكتورة نرجع تاني دكتورة بسمة. concerning professional training in managing DV domestic violence. A key recommendation included in the NICE 2014 guidance that domestic violence is a part of continuing professional development has yet to be addressed by Royal College of Obstetricians and Gynecologists too. NICE recommends that training on domestic violence be provided to all professionals who are cared for the risk patients groups also true. In UK is leading other countries is postgraduate education on domestic violence. True. دي true. لا مش true. لا. ليش true؟ لا هم مو لاجج عن الـ USA. إيه. عن بعض countries يعني في postgraduate education. USA. بس بتاع ال بوضعها يعني ماشي. Leading countries in USA. The level of training recommended by NICE corresponds to the role of the healthcare practitioners from level 1 to level 4, the highest. لا فهمونا دي بقى يا جماعة. ما أدري شنو. The level of training recommended by NICE corresponds to. أيوة. بس اشرح لنا بس. The level of training recommended by NICE corresponds to the role of the healthcare practitioner from اللي هو الاسيستد بقى من ليفل 1 اسيستد ليفل 4 ستيجد. يعني شنو يعني؟ هو في ليفل 1 وفي ليفل 4. زين ده للجي بي. ده للجي بي. ليفل 1 ده جاست اسيست. لا اي واحد هيلث براكتيشنر. ده ليفل 1 اسيست بس. لكن اللي يعمل ستيج بقى ويكونفيرم ده يكون ايه؟ يكون ليفل 4. زين ليش خطأ الجملة؟ يقول من ليفل 1 لوست تو هايست ليفل 4. ليش فولس؟ صح المفروض. لا
وصح ولا لا؟ يعني هو اللوس او ليفل 1 ليه؟ صح، ايوه دي صح. ايه المشكله فيها؟ ان هو الليفل هي مكتوبه غلط، هي صح، هي ترو. ان الليفل تريننج من 1 يعمل اسيست ولحد 4 اللي هو يعمل ستيجنج. لا دكتور ثروت مستقصد يسقطنا يعني خلاص. دي ترو، دي ترو يا جماعه. هي كم معلومه يخليها تثبت يا دكتور؟ ترو ترو. بس شفت انا بقى ازاي بقول له بقى تعالى يا دكتور ثروت قول لنا دي ايه بقى وبتاع واشرح لنا وكده. تمام. المشكله حتى ما نقدر نقول اي حاجه يبقى عليها ديسكشن، محدش هينساها كده، محدش هينسى ان في حاجه اسمها ليفل 1 وليفل 4 بالنسبه للتريننج. اوكي اوكي تمام. يعني هو يفترض انه اي دكتور يبقى انفولد بالدوميستيك فايولنس يعني من ليفل 1 لليفل 4. لا هو 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 ده ليفل اوف تريننج، مش الليفل بتاع الدكتور. هو ده ليفل اوف تريننج. ممكن انت تبداي التريننج بتاعك بليفل 1 بس، ان انت ايه، ان انت تشخصي، وبعدين توصلي لغايه ليفل 4 ان انت ايه، ان انت تعالجي. تمام. حددي بقى وستيجي. اه تمام 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 تمام. Which of the following Royal College have either includes domestic violence in their training or have guidance for its management? The Royal College of General Practitioners UK, the Royal College of Psychiatrists UK. طب واحنا ال RCOG بتاعتنا عملت برضو training؟ يا باشا اكيد عملت. ايوه بيبقى هي مسؤولة عن بعض الاحيان. ايوه ليها عندنا المديول بتاع التريننج بتاع الدومستيك فايلنس موجود في المديول بتاع التريننج، يعني جنرال وسايكاتريك واوبس اند جايني. ومين مين الرابعه؟ دكتور ثروت شوف كده ال طبعا الريال كولج في سايكاتريك يو كي. هي هاي سايكاتريك وجنرال وابسن جاني. دي واحده رابعه. لا ثلاثه بس. والنيرسز مش عامله؟ والله مش عارف ان هي المكتوبين هنا عندنا اللي هو الار سي او جي والرويال كولج اوف جنرال براكتيشنر يو كي والرويال كولج اوف سايكاتريك. واعتقد بتاعت النيرسز عامله كمان. يمكن ايه بالهاي. تمام ماشي. Victims of domestic violence may be reluctant to disclose their abuse because of fear of not being believed, true. Fear of the consequences, also true. Fear of the healthcare worker discussing it with their family, true. Lack of experience of the healthcare worker in dealing with domestic violence, also true. Inexperience of health care worker in dealing with the domestic violence group. بيعملوا هناك دكتور احمد حركه حلوه قوي عند في العيادات هناك الحمام. بيقولوا لها مثلا والكارت. اه بالظبط كده. لو انت مثلا عندك دومستيك فايلنس قايلينهم في الدرس بتاع الدومستيك فايلنس خش بال دكتور احمد معلش تاني دي لما الست بتخش الحمام في العيادة بتلاقي كوباية اللي هي هتخش تجيب يورين سامبل للبروتين. النيرس هتجيب لها يورين سامبل عشان تشيك البروتين. فبتخش طبعا الحمام عمر ما جوزها او البارتنر بتاعها يخش معاها. تمام. بتلاقي في الحمام في الحمام بتلاقي انستراكشن كده مكتوبة بتقول لها لو انت بتتعرضي لاي نوع من الضرر المادي او الجسدي او النفسي من الهسبند او كده حط بس خدي ريد سبوت كده بتتلزق والزقيها على الكوبايه واحنا هنتواصل معاكي بشكل سري وهنأسس المشكله وكده بس. تمام. حضرتك دكتور انت ذاكر ايه؟ انت ذاكرها بالمحاضره مال دكتور. ذاكرها وحاطط لكم حتى الاستيكر وكل حاجه علشان لو عاوزين تعملوها في العيادات عندكم ولا حاجه. انا عاوز افتح عياده للميل يا دكتور احمد. عاوز تعمل ايه؟ افتح عياده للميل. مين للبيت؟ شوف مين اللي بيتعرض عشان الميل للبيت واللي بيتعرضوا من زوجاتهم عشان ابلغ فيهم الشرطه. يعني انت مع انت حاقد بقى. لا بالعكس انا عاوز الحق. انا مش عاوز الحق يا عم. الستات الستات مظلومين يا عم خلينا صراحه.
والديك دكتور. الستات مظلومين ظلم جامد يعني. يا دكتورة نشا موجودة ولا مش موجودة؟ ماشي. المصريات مش مظلومين يا باشا. موجودة ازاي؟ انا موجودة يا عم. ده ايه رأيك بقى ان الستات المصريات هم اكتر ناس مظلومين على مستوى العالم بقى كمان؟ معلش يا نشا والله معلش. لا ولا يهمك خالص. الدكتور صارت يعني يقول لي الكلام ده في السر. يلا خير ان شاء الله. اشوفكم الاربعاء يلا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله. جربوا البتاع هيفتح ان شاء الله. ماشي يلا مع السلامه. ان شاء الله. تسلم دكتور. شكرا. مع السلامه. دكتور هتبعت لنا اياها PDF؟ الدكتور ثروت. قريت دكتور. الدكتور ثروت يبعت لكم. هو اللي هو ملك الحاجات دي. هو طب طبعا بعد ما يصحح لنا اخطاء حد هيجهز بعد ما يصلح الاخطاء. ما عنديش حاجه اليوم الاربعاء دكتور ثروت. مين اللي هيجهز اليوم الاربعاء؟ لا انا بعت لك كل حاجه. مين اللي عليه المشاريب والحاجات؟ الدكتور عماد بعت لنا اتنين الفوليوم 1 تقريبا بالمشاريب وكل حاجه بال ها بالسلطات بكل. ماشي. في اسئله كمان على الجروب بعدين نحلهم ان شاء الله الاربعاء. خلاص ومال ان شاء الله هاخدها لكم واعملها لكم ان شاء الله. دكتور ثروت عافيه الله يخليك. طارشنا اياها PDF. ماشي بعد التصليح دكتور ثروت. ها الله يخليك. PDF زي كده وانت تصلحوها بقى. شوف الدكتور ثروت حط لنا العقده في المنشار يعني. ماشي. يلا السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام. السلام عليكم.